فريمو ينوغ يمي قرآنك وحا قري أدهم شرقاوي وحا ترجمي ميقاق محمود شيخ قرآنك كريمك وحا كجرة فريمو نولشينا تابانيا قلبيجينا يمسكحدينا نعوليا أو وحكو بيهرنيا دميركينا نسيدوك لتوسينيا تبتا توسن هدينو حيسنوين نغسي تاقيريا هدي وحيناق قلو عدانا إن قومينا يو إن تلماميا قيب تمانتا اي برنامجكي ناكس بلي وحي نكسو قادن إنا تدعي إنا كسو ترجن كتابك رسائل من القرآن فريمو ينوغي من قرآنك صدح فريموت أو صدح آيادوت كالحن بارسيهين أي إنو كعوغان إنا ديغانها كدبنا صوبان ديغينا فرين تكوبات ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلو عرضي نعيب كحدكي سردافا وهلاك تعايل كحدود كتلابا يوقفك عند تيرانا كما سوكيو لبدا دارين بو حلو امتحامي النبي يوسف عليه السلام عرضي يا نعيب كي اي ولا الذي قادين واكي عيل كنت اوديغي تعيل كي حد كي سدافاي اي غبدي بقر كو قادينا واكي جيل كو هرسيداي انغو انت بدن ما هينا غدك قلبيغينا وحير ايا سامين كو يلان كرا كديبنا تعايلو هرسيدي كرا هلك دقن اما اورا هير عليل غلين كرو وحا سلينا امراي ايادنا تلمان او تهي ان لبدا سبا اني نغ ليخن عدالت فلكا wixii quman aynu xaqnimadiisa ku ogolaano wixii qaldanna qaladkiisa aanu jacayl iyo dhaweysiin naga indha tirin qofka aynu jeclaano qaladaadkiisa iyo gabood faladiisana aynaan wanaag ka dhigin qofka aynu nacnana wanaagga ugala aynaan madoobeyn oo libintiisa ka xisteeyeen aynu cadaalad ka falno oodhaahdeenna iyo ficilkeenna labadaba waxaa la wariyaa in Cabdullaahi ibn Maxamed al-Warraaq uu yidhi waxaanu u nimi Imaam Axmed kadibna waxaanu na weydiiyey halkee ayaad ka timaadeen waxaanu ugu jawaabnay golaha Abi Kurayb baanu ka soo kacnay waxa uu Imaam Axmed yidhi ninkaasi waa sheekh sama badan leh ee wax ka qora laakiin Imaam Axmed uu isagu ku dhaliilay ayaanu ku niray Imaam Axmed waxa uu ku jawaabay waa sheekh sama badan aniga su'aalo igu ibtileeyay oo inta badan uu i dhaliilaa fariinta labaad wal yaafu wal yasfahu فلا تحبون أن يغفر الله لكم دقن كوغو ناكسن إيه إلهي أدون كيسا كتحلا دا ودقن كو نفتي سوين كسفايو ما دام أو نفتي سكسفاي متسامح بدن ودن بداف بدن وحاو تعايل كيسو أوا حاضي كو ودتك سامحا أو دلياشا سامحا إيه مركا الله عدر دار جيستو عن إسلوين عن إسلانا قمانان مرنا سامحا دمعنى هيدو ماها إن قفكو شخصي دي سوايو أو قف أهان شيهي سو بابا نقضو بل سوائن آنو نقن قف أضيق بدن ولا دقن كيسا عن لما هادين سحر كستانا سيدي سود الاستاغو عن قرنين دافيس إيا سامحي التوانا مالين أيا صوبانيه محمد ها نحريس إيا نبت قلي يكر كيسا ها هاته وو استاغي إن أصحاب تاكا وروريا صداقو أصحاب تاقلوها فرددي وحاكم دها علب ابن زيد وها أصحابي فقيرة وعن وحبا دن هايسن علب انت وو استاغي أيو يلي نبي الله وحان صداقة دايستي شرف تايدي وقف كستو يدلمي وان سامحي مركي واقو بريي أيو صوبانه نادي علبة إساقو له مي علب ابن زيد علبة يكسو حاضري واي كان رسولك يا الله كدب يسوبنه كيري علبة ابن زيدو إلهي واقبل صدق دادي فرينت صدحات لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أيضا وآيد قلب قفك استوى مرقوه لني سرچو ينكو بيريسا يا أغو حدع دون مرق دادن كدب مرر بدن نلشو بني آدم كويكو أدكانيسا إلا هيرو يسراهدو مجرتا الباب دن بيو قدال فرميا كدب أي فرج ألا فرما وعرميه كالفضو دادان يا سورين أي هاجري مركي أي لبضا بورود لحدود ورديسي يدو باريس الدبيع بياه إن لبضا لغود أي إنان كيدير هاي كسو بيحي دونان إلي لذي بياه أو ولي غود آن قرينين سيدا سلامي دا أيو مولو أبد بدلا حالة ها بني آدمكا البرقسي قدهود أضي قول لغل أي هاي أو مواري كرو سيدا سأيو رنجري ابن القيم dhamaanteen waxayna soo maray waqtiyo adag darteed aynu aaminay in ay dhamaadkii tahay balse aanay noqonin imikana inoo ah xusuus la soo dhaafay fariintu waa niyad jabin xeerka qofka muslimka ah niyad jabku kuma jiro cibaadooyinka ugu wanaagsanna waxaa ka mid ah sugista farajka lagu suga kalsooni lagu qabo mawle sareeyo oo koreeyay